افتتح الرئيس حسني مبارك صباح اليوم ميناء الصيد ببرج البرولوس في مستهل جولة له بمحافظة كفر الشيخ. هذا ومن المقرر أن يفتتح الرئيس مبارك خلال الجولة عددا من المشروعات التنموية والخدمية في أرجاء المحافظة، فضلا عن حضور مؤتمر شعبي مع أبناء محافظة كفر الشيخ. ويعد ميناء الصيد بالبرولوس، والذي تكلف حوالي 65 مليون جنيه، من المشروعات المهمة ذات البعد التنموي والاجتماعي، ويسهم في توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء المنطقة. وللمزيد من المتابعة لنشاط الرئيس مبارك في بلطيم ينضم إلي عبر الهاتف مراسلنا مفادنا هناك لمتابعة هذه الجولة زميل أحمد نجيب. أحمد، ماذا لديك من تفاصيل حول افتتاح ميناء الصيد ببرج البرولوس؟ نعم، صباح اليوم افتتح الرئيس حسني مبارك ميناء الصيد الجديد بمدينة البرولوس. هذا الميناء يعد يعني مشروعا مهما جدا لابناء هذه المدينه، حيث ان الميناء القديم يكتظ بالمراكب ولا تنتظم فيه حركه الصيد والملاحه لابناء هذه المنطقه التي تعتمد بشكل كبير جدا على مهنه الصيد. وبالتالي الميناء الجديد يتسع ل 500 مركب، وهذا الميناء يعني به حواجز من الامواج تمتد ل 630 مترا، اذ ان له فوائد كثيره في تنظيم عمليه الصيد والملاحه وتوفير كل المرافق الخدميه من ثلاجات ومصانع للثلج ووقود وماء لرحلات الصيد الطويله، وايضا يعتبر نقطه ارتكاز مهمه جدا لرحلات الصيد من جميع موانئ الجمهوريه، سواء على سواحل البحر المتوسط او في سواحل البحر الاحمر. ايضا هذا الميناء له فائده اخرى لمدينه البرولوس، حيث انه به حواجز امواج، هذه الحواجز تساعد في حمايه هذه المدينه من ارتفاع مستوى مياه البحر ومن عمليات النحر التي تقوم بعوامل التعريه. ايضا الميناء يزيد من الطاقه الانتاجيه لطاقه انتاج السمك بحوالي 20,000 طن. الرئيس مبارك استمع اليوم الى شرح من المهندس احمد المغربي وزير الاسكان حول امكانات الميناء، حيث انه به ثلاث ثلاجات تتسع ل 15 طنا وحلقه لبيع الاسماك، وبالتالي يعتبر الميناء وحده كامله متكامله لابناء المدينه ولمهنه الصيد وحرفه الصيد. وايضا الميناء يمتاز بميزه اخرى، وانه يدار بطريقه اللامركزيه، وهي احدى الطرق التي تتبعها الحكومه وتتوسع في تنفيذها في جميع المشروعات، حيث انه له مجلس اداره تمثله الهيئات التنفيذيه واصحاب المصالح من شيخ الصيادين بالبرولوس ومن ملاك المراكب والصيادين، وبالتالي الميناء لا يخدم الا اصحاب المصالح فيه وهم ابناء المدينه بما يفتح لهم من ابواب الرزق. نعم، هذا هو ما يمثله ميناء الصيد ببرج البرولوس الذي افتتحه الرئيس مبارك في مستهل جولة له بمحافظة كفر الشيخ. كان معنا متابعا من هناك من كفر الشيخ الزميل أحمد نجيب.